خويا انا دايزه الدايه ولدي للمدرسه حتى كتبان ليا الجوقه ديال الناس وفاش جيت نشوف لقيت الناس كيعاودوا قالوا لك السيد قال لك لوس قتل اختو قتل مرت خوه وصافي. وهادشي ما انا بعدا ما عجبنيش وصدمني. ما نكذبش عليك حنا ما مولفناش هادشي زعما هادشي في هاد المنطقه هادي ولا اله الا الله محمد رسول الله. شي ربما مشاكل ربما عائليه ولا ايوا اش غنقول لك داكشي كيبقى بيناتهم يعني باش تعرف تدخل الداخل ديال الدار وتعرف المشاكل ديالهم الله اعلم الله اللي كيعلم. واش اول مره ربما يوقع عندكم يعني بحال هاد الفاجعه؟ انا اول مره انا بحكم يلاه سكنت هنايا اول مره كنسمع بهذا الخبر. ايوا هادشي اللي كاين يعني هاد السيد يعني كتعرفوا عليه شي معلومات؟ انا خويا ما كنعرفهمش لا يعني انا ما ساكناش بالضبط قريبه ليهم بعيده عليهم واحد شويه غير كما قلت لك انا دايزه ولقيت الشقه ديال الناس والامبيلونس والمهم والناس مصدومين صافي. كدير اصبحنا يعني على واحد الواقعه ديال الجريمه ديال القتل اللي ما فاش جينا في الصباح لقينا هنا البوليس ولقينا الامبيلونس والقوات المساعده وسمعنا باللي شي واحد يعني قتل مرت خوه. حنا ما عرفناش الاسباب. المهم هادشي اللي كاين لحد الساعه يعني باش ضربها شنو كيقولوا؟ حنا المعلومات ما عندناش ولكن كنسمعوا باللي راه يعني كاين شي حاجه شي خصام بينها وبين اخلي الميكرو خصام بينها وبين يعني الاخ ديال الزوج ديالها ولا هذا يعني كيقولوا كما كيقول حسب الاخبار ولا الزروج يعني بين الساكنه هنا في هذا الحي انه قتلها. ما عندناش المعطيات باش قتلها ولا شنو كاين بالضبط يعني في تم اعتقال يعني ذاك الشخص اللي ارتكب الجريمه وتم اداء ديك السيده للسجن لا عفوا للمستشفى الاقليمي الجهوي حسن مستودع على موت طبعا هذا شي ولي سمعنا باللي حسب الاخبار اللي يعني كتدور كيقولوا بان عندها شي دري صغير ويعني هادشي اللي كاين. تصدمتوا انتم كيفاش جاكم يعني هاد الجريمه؟ هادي ماشي الجريمه الاولى اللي كتوقع نقولوا هنا في تدارت ولا في اورير ولا في اكادير في النواحي ديال اكادير يعني كاين واحد عدد هاد المنطقه بالضبط عرفت جريمه اخرى يعني اللي تقريبا واحد شهر او شهر ونص تقريبا نفس تقريبا الجريمه ونفس يعني يعني الطريقه باش ترتكبت هاد الجريمه ارتكبت بها الجريمه ديالي. نقول لك كنتمناو يعني الناس يعني يحاولوا شويه يخدموا العقل وخاصه في ملي كيكون شي صراع عائلي او شي مشكل بين الزوج والزوجه او بين يعني افراد العائله يعني كنتمنوا يكون واحد استحضار العقل يعني والحكمه يعني فاش كيكون مثلا واحد الخصام بين العائله وخاصه بين العائله